السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فايز، جايب لكم اليوم حلقة جديدة من لعبة فار تشينجينج تايدز. بس قبل لا نبدأ يا شباب لا تنسون اللايك والاشتراك من اللايك، وخلونا نبدأ. فايز متى الحلقة الأخيرة؟ بصراحة ما أدري، اللعبة توقعتها مرة قصيرة لكن واضح انها بتكون يمكن طويلة، أو بتكون هذه الحلقة الأخيرة، فما أدري بصراحة. فخلونا الحين نبدأ ونشوف إيش سوينا آخر مرة. ليش احنا موقفين هنا؟ ما ادري برضو. هل في شيء تحت تسويه؟ خلنا ننزل شوف. اوه يا هذا ما خلصناه صح؟ اوكي وش بيصير؟ اوكي سحبنا الماء، اوكي والحين ندخل. صار شيء؟ اوه شت تعطل. اوكي في زر برضه فوق. هذا يبينا نصلحه، لازم نصلحه. طيب بس خلونا نشوف وش في بالمنطقة هذه. في صناديق صح؟ اوكي عدلت الصوت. هل هذه يمديني اسحبها؟ يا يمديك تسحب، بس ليش المبنى مايل؟ عدل المبنى دقيقة. هل اذا حطيته صح قاعد تعدل المبنى؟ الصوت يبي لي عدلتي كذا تمام. هل قاعد يتعدل المبنى ولا اتخيل انا؟ اتوقع انه قاعد يتعدل، ما اتخيل. خلينا نشوف اذا حطيت هذه هنا كلهم. فايز كانه يتعدل. ايش هذا يسويه؟ هذا حق اللي يسحب ماء وكذا. طيب انا ما ادري، احس انه يتعدى المبنى. خليني اروح فوق. وش في هنا؟ في زر. اوكي هذا خربان، بدنا نعدل. في شيء فوق تشوفونه؟ فوق. طيب واضح اني عيوني اللي قاعدة تميل مو المبنى، يعني متأكد انك انه يتعدل. بدأت ما ضغطت الزر هذا. اوكي فهمت. اذا اللي اتوقعه صح بكون مرة عبقري. دقيقة ناخذ هذا نعبي هذول الماء. امسك، ممكن تمسك. نعبي هذول الماء صح؟ يس شوف المبنى يتحرك. ياه اوكي. هل كذا كفاية ولا ما ادري؟ بشوف دقيقة. لا نحتاج نعبي الثاني. اوكي مرة سهلة. عطنا هذا. اوكي نزل. لا ركبة. اوكي كذا ركب حلو. الحين خلونا نضغط هذا شوف ايش يصير. والله اني عبقري ما شاء الله علي. واحد مستانس يمدح نفسه. طيب ايش قاعد يصير؟ اوكي هذه طاحت. طيب هذه احنا عارفين ايش فايدتها عشان نصلح اللي هنا. لا فك هذه، فك. ممكن خلاص تفكها. ممكن خلاص فكها، خلها ترجع. يا الحبيب فكها خلاص. هل يمدينا ندف هذا هنا؟ يا يمدي. اوكي الحين نطلع. قرب الشاشة. فايز المفروض من أول تقرب الشاشة. اوكي هذا نصلح فيه اللي خربان. احنا شغلنا الحين المبنى. حلو حطه معنا هنا. اوكي بس وقف. اوه شيت. اوكي السفينة حقتنا انعدمت. اوه نو نو نو. اما هذه يطلق هواء. راحت السفينة وهذا خرب وغرقنا. اوه ماي جاد في طريق مني اياه. كنت بشوف وش فايدة الزر اللي فوق. راح علينا. طيب في شيء هنا؟ لا. ناخذ هذا عشان نفتح الباب صح؟ نمدي اطلع. ياه. اوكي مرة سهلة الغاز. اوكي عطني هذا. هنا من هنا. هنا من هنا. طيب وهنا من هنا. لا لا اطلع فوق. طيب سفينتنا وين راحت؟ سفينتك ودعت. اوكي هذا بيطلعنا بالسطح فوق صح؟ اوكي اوكي طلعنا برا اتوقع خلاص بالسطح صح؟ طيب السفينة هذا مسكر من هنا. اوكي وداعني يا سفينتنا. ليش يمشي بطيء؟ طيب لو احط هذا نفس الشيء يمشي بطيء. ليش بطيء؟ يا كذا اسرع. توقعت ما بصراحة او بحر. اوكي بعد ممشى طويل ما ادري ليش حاطينه بصراحة مرة طويل الممشى. حصلنا المنطقة هذه. ما كان لا أي داعي الممشى اللي قبل شوي. طيب برضو ما زلنا نمشي. فايز بتأكد لا يكون ثابت على السفينة. ما أتوقع ما في شيء تحت. ما يمديك تروح تشوف تحت. يا سفينتنا أتوقع ودعت خلاص. لكن مرة طويل الممشى. وما زلنا نمشي. هذه دخلنا محطة قطار صح؟ ربي طويل. طيب يا الحبيب لمتى؟ ما ادري هل بنحصل سفينتنا؟ ما اتوقع قطعت المسافة هذه كلها. فينا سفن. هذه سفينة وهنا سفينة بس سفينتنا خلاص اتوقع اختفت. اوكي اخيرا مبنى صح. اوكي صار في سيف. يا مبنى حلو. طيب يعني خلاص السفينة راحت. احتمال كبير السفينة راحت ودعت. اوكي في شيء هنا نستخدمه او باب. اوكي اوكي هذا معك فايز. يمكن باله اي سنة تاخذه معك. طيب اوكي في واحد ثاني هنا. بس ايش نحتاج؟ بناخذ هذاك اللي فيه الفل. لا عطني. لا اوكي عطني هذا. ما ادري هل راح استخدمه ولا بس كذا. وحاطينه هنا اكيد راح تستخدمه. اوكي في صندوق هنا. اسحب الصندوق. صندوق عشان بس ترجع تعدي. طيب ليش؟ او تطلع مني. اوكي حطها هنا. هل في طريق هنا؟ لا عشان تطلع من هنا. اوكي تصلح في هذا. اما هذه سفينتنا. هذه مين سفينتنا؟ ممكن تضغط. اوكي حطه. ليش مو راضي؟ انت طش. اوكي سوالنا طريق. اوكي طيب، ونكمل مشوار المشي. اوه ماي جاد، حاليا صار فيه عواصف ما تخليني امشي. طيب لازم تهدى العاصفة. ممكن خلاص. يلا يلا، اكيد بيصير في شيء قدامي. اوه اما وقود. اوكي، هل الوقود هذه بتوديني للسفينة؟ ليش حاطين وقود؟ معناته بيكون في سفينة قريب. يب، بس هل هذه سفينتي؟ نو. اوه اوكي، حط هذا شوي. اوكي هذه سفينة جديدة. في شخص. اوكي ميت. اوه شيت. اوكي مين الشخص هذا؟ هل يعرفه ولا ما ادري؟ طيب بحاول اشغل السفينة. عطنا هذا، حطه داخل. بحاول اشغلها. خلينا نجيب الوقود. طيب ممكن تبعد. خلينا نحط وقود. انا ما ادري تشتغل ولا لا، لكن خلونا نجرب. يا هذا ليش ما صار اسود؟ اوكي بليز اشتغلي. ما اتوقع راح تشتغل. طيب في شيء يسوي فوق. كيف اطلع؟ في شيء هنا اسويه. يميع الثلج. اوكي نميع الثلج. اوكي اخيرا استوعبت. طيب يا خلينا نميع الثلج. نشغل النار حتى يميع الثلج، لأن هي الحين عليها ثلج ما يمديها تتحرك السفينة. اوكي ممكن خلاص. يا اخي احسها بتكسر، بس ان شاء الله تشتغل، ان شاء الله تشتغل. طيب خلاص هذا اخر شيء. اوكي خلي المحرك يحترق يمكن. خلص الوقود. الشد عطنا هذا، شغل. طيب ما راح ازود مرة عشان ما يخلص الوقود، بخليه كذا وبنتظر. هل يميع الثلج؟ خله كذا خلاص وانتظر. طيب لحظة، الخريطة اللي معها هذه يمديني استفيد منها شيء؟ لا. في شيء ثاني نستخدمه. طيب كيف اركب هنا؟ ما يمدي. افتح لي طريق صح؟ لا ما يمديك تمر. اوكي اتوقع بيفتح لي طريق امر من هنا اتوقع. فخلونا نزود شوي. يس اخيرا اخيرا. مرينا حلو. طيب فايز اغراض كلنا. اوكي ما راح اخذ شيء. حسافة اتوقع تاخذ سفينة، لكن اوكي ان شاء الله نحصل سفينة احسن، او نحصل شخص حي على الاقل. طيب وش في هنا؟ طلعنا صح؟ اوكي يعني سفينتنا خلاص ما راح ترجع اكيد. فايز راحت. أجين نمشي. اوكي هذا زحمة وقود هنا. اوكي يعني في سفينة في شيء؟ باخذ واحد معي. يب في سفينة. اوه اوكي هذه قريبة لسفينتنا بس ما هي سفينتنا لكن اوكي فيها شبه كثير من سفينتنا. طيب بروح اجيب الوقود اللي هنا. يا خلينا نصلح هذا اول شيء. اوكي وننزله حلو. كل شيء خربان كل شيء خربان. صلح هذا. في حق الشراع خربان فوق. طيب عشان صلح حق الشراع ان عليه ثلج او شيء نشغل محرك. ما راح تمشي صح؟ يا لازم الشراع. طيب عطني هذا. يا ما راح تمشي ما في ماء تحت. اوكي كأنها مشت. اوكي افتح الشراع. يا نفس سفينتنا. يمكن اختلافات بسيطة بس اللي فيها. حلو والحين عدل هذا. المفروض تمشي. اوكي تمشي على نفس الجليد. شت. اوكي بدأ يذوب الجليد حلو حلو. بدأت تمشي. لا ليش الكاميرا راحت كذا؟ الو ممكن افهم ليش اللعبة سبقت الكاميرا؟ حلو المفروض طلعنا من الجليد. شغل محرك يعني لسه في الجليد. خلنا نسكر الشراع. دقيقة شو هذا دقيقة. خلنا نوقف كذا صح؟ والله ما ادري. او نرفعه اتوقع نرفعه لان في شيء هنا لازم نرفعه. ممكن توقفي شوي كذا. لا 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 وقف وقف بس كذا. بسرعة 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 قبل تنزل بسرعة. اتوقع ان نرفعه ما ادري ليش عندي احساس ان نرفعه. نزل. بسرعة بسرعة. فايز يمكن ما ترفعه. بجرب اول شيء. لكن هذا مرة يخرب بيتك مرة سريع. لا تروح اخر شيء. يعني لازم المشوار هذا كله. اوكي شبك يعني ترفع صح؟ نشوف لكن هذا مرة يقهر تحكمه. نجي هنا ونقول ارفع. نشوف ايش يصير. اتوقع لازم ترفع السفينة بعد. ممكن يرفع ممكن. اوكي بعدنا عنه. فكيناه. دقيقة بشوف ايش صار. اوكي بس وقرنا. اتوقع هذا. اوكي نركب السفينة هنا. دقيقة خلنا نشوف هل كلامي صح ولا خطأ. لازم مو لازم اتوقع نشغلها. اسحبها واخلها تنزل. هل تركب على طول ولا لا؟ ولا لازم اشغلها؟ اتوقع لازم تشغلها. طيب خلنا نشغلها. اوكي بدت تركب. حلو. لو ارفعها بس شوي عشان تركب. ايوه كذا. بعدين نزلها بالملي صح. طيب وش بيصير الحين؟ في شيء فوق اصحابنا؟ ما ادري. طيب اتوقع لازم انزل. خلينا ننزل نشوف ايش في فوق. كيف بيشتغل الشيء هذا؟ اوه اوكي، يعني زي المنطاد. اوكي خيرا استوعبت. طيب بس هذا لا، هذا المفروض ترفع على اخر شيء عشان يا زي المنطاد تقريبا. شوفونا فوق، ما ادري واضح ولا لا. حلو. اوكي بيطلعنا فوق الحين هو. اما بنطير. اوكي هل هذه النهاية؟ اوكي منطاد. طيب كيف نتحكم فيه؟ ما ادري. فايزة الدور النهاية. اتوقع انا قريبة، مي مرة بعيدة، لان الجزء الاول ما كان مرة طويل زي هذا، هذا مرة طويل. طيب لا متى احنا بالمنطاد ممكن اعرف؟ اوكي نسم المنطاد يعني بنطيح. وش اسوي؟ فالمفروض توقف شو اسمه، توقف النار او المحرك صح؟ لحظة هذا احتار. طيب هل لو اعطيه السرعة القصوى شو بيصير؟ طيب بعطيك السرعة القصوى. لا شغل شغل، اعطنا وقود. لا اتوقع بينزل. يب نزلنا. اوكي في شيء قاعد تطايح. اوكي منطاد الكتروني هذا. طيب نزلنا. خلنا نستخدم الشراب ما دام في هواء افضل. ممكن تتمسك. اوه ماي جاد، فكه اوه شيت، لازم نصدم. طيب وش المنطقة هذه؟ وليش وصلنا بالليل؟ خلونا نشوف. كأنه شو اسمه طاحونة. اما شو اسمه تطويرة جديدة للمحرك. دقيقة ناخذ هذا. هل هذا يعتبر محرك؟ خلنا نشوف. نحطه هنا، نقرب ونحطه. اوكي محرك اتوقع ازرق. شو هذا اللي فوق؟ اوكي في طير هنا. عطنا هذا. ايش صار؟ دي هذا ما صار شيء. خلينا نروح فوق. منارة. ليش ما اقدر ادخل؟ دقيقة فك هذا. الله. اوكي ما يمديني ادخل ما ادري ليش. عطني هذا. يمكن لازم تعبيها فايز فل. خلينا نجرب. حط هذا هنا. عب. الحين فل. طيب. هل تشتغل الحين منارة؟ منارة يا منارة. طيب. أو شيء حرك هذا. اوكي فتح الباب. يا قبل شوي كان مسكر. طيب ايش بيصير الحين؟ كل شيء باللعبة هذا عجيب. وش هذا منطاد ولا منارة ما تدري. في دخان هنا في شيء. اوكي الجهة الثانية في زر. اوكي طيب انزل من هنا. اوه ماي جاد الصوت. فايز هذا صاروخ. وات بس عشان تمر السفينة يعني. اتوقع بس عشان تمر السفينة. توقعت منارة، توقعت صاروخ، توقعت كل شيء. صارت بالجهة المعاكسة. كنا نمشي يمين الحين صرنا نمشي يسار. وين طاح؟ تلاحظون يعني الكاميرا تغيرت. طيب مادام في رياح خلنا نفتح هذا. يا صار حتى التحكم لا وكذا طلع صار غريب. يلا خلنا نستخدم الرياح. اوكي هاي سفينة. ليش ما قدرت اتحكم؟ ليش ما قدرت اتحكم؟ في شخص هنا. السفينة فتحت الاشعة على الموت. اوكي كيف اروح له؟ طيب ممكن انزل عنده. اوكي السفينة حقتنا صارت مسكونة. تفتح الاشرعة وتسكر من نفسها. اوكي مفروض هذه النهاية. مفروض فايزة تعرف النهاية؟ بصراحة لا والله ما أعرفها، لكن أتوقع أن النهاية خلاص. كم لي الحين؟ تقريبا أكثر من 6 ساعات. اوكي سفينتها متكسرة وغرقانة. يب النهاية. يعني الهدف من الرحلة كلها عشان نوصل هنا عشان ننقذ اللي غرقانة سفينة هذه. اوكي أتمنى من المطور إذا بينزل جزء ثالث يغير فيه، يعني تقريبا هذا الجزء لو نفس الجزء الأول تقريبا، فمفروض يغير فيه أشياء مرة كثيرة، زي المسافات الطويلة هذه اللي تمشيها ما لها أي داعي. وبس، وهنا كانت نهاية السلسلة اللي ما أدري بصراحة هل هي جميلة أو لا، لكن عن نفسي أعطيها مثلا لو بقيمها، أنا ما أعرف أقيم بصراحة الألعاب، لكن لو بقيمها يكون 5 أو 4 من رسومات وكذا، شيء مرة حلو، لكن الجيم بلاي مرة عادي بصراحة، مرة ممل. وبس، وإن شاء الله أشوفكم في حلقات جاية. كان معكم فايز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.